اذا صغار صحه وراحه سيروا تفضلوا. خير من هذا مرضى. مصطفى مصطفى خليوها بوحدها خليوها بوحدها خليوها غير بوحدها 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 حيد الحاج حيد بوحدها تبان تفوتها راسي انا وجيبها فين ما بغا يجي. برافو عليك. يلا شنو هذي؟ كمان لا هذا الميكروفون كرا شفته شفته ميش مرزاق ملعب ملعب ميش مرزاق السلام سلام مساء الخير متابعي قناة شوف تيفي مباشر معكم من مدينة تمارا حنا كنتواجدوا في ملعب المرس مرس الخير كما كنلاحظوا بان هذا الملعب يلا تم الافتتاح ديالو وكنتمنى هاد المباراة تدوز شيقة بين الفريقين لان هاد المباراة اللي كتجمع يعني المع النجوم المغاربة من بينهم يعني لعابة كانوا كيلعبوا في الجيش الملكي كاين ولعابة كيلعبوا مع المنتخب الوطني بقاو معنا باش نشوفوا يعني هاد المباراة غدوز شيقة بين الفريقين وهذا الافتتاح ديال الملعب بانه ملعب رائع يعني كيضم ثلاث ملاعب يعني كبرى زوينين تبارك الله لساكنات مدينه تمار. مرحبا انا عطاك اجي عطاني شي تصريح عطاني شي تصريح لا ما عندي نقدرش نهضر في الجدر مي انا راه سي وسام يلا مباش اه لا راه هضر مع شي جيب لي شي واحد شيشه ولا شي حاجه شيشه لا كاين شيشه خالد شيشه عيط لي على خالد شيشه اجي اجي هرب عليك هرب عليك
شوف الصوت هنا صلاح مصلوح لاعب سابق نادي الفتح الرباطي وبعض الأندية الخليجية. وبهذه المناسبة كنبغي نشكر الأخ مرزاق على افتتاح هذا الملعب الجديد اللي اسمه دينامو فوت. وكنتمنوا من الله يكون عند حسن الظن ديال الجميع هذا المنتجع ديال اللي بغى الانسان اللي بغى يفوش شويه بالنسبه للكره وهذا. وكنتمنى من الله ينجح ليه هذا المشروع ديالو وتيسير الامور يا ربي. شكرا السيد الرئيس. ما خليش دوك في الهاد شوف اقليميا ندعم الرياضه وكره القدم سيرتو هاد الملاعب القدم ماشي هذا شنو؟ لا ما تخافش. الماء لا ما تخافش. شوف اليوم سعدت كثيرا بحضوري في افتتاح يعني ملاعب القرب تحت الرعايه ديال جمعيه مرزاق للرياضه القرب يعني الكره القدم. هاد الرياضه هذه اللي ولات يعني اساسيه بالنسبه للمدينه ديالنا وهم ملاعب القرب يعني ملاعب اللي ما كيكونش فيهم هذوك لي ميزور اللي يكونوا انترناسيونال ولا ناسيونال ولكن كتخلي يعني ملاعب هي صغيره هي ممكن اننا كنديروها يعني في جميع انحاء المدينه واللي كتقرب الوليدات ديالنا انهم كيلعبوا هاد الرياضه يعني بامور ولا باليات اللي ممكن هي في متناول سواء يعني الميزانيه ديال الجماعه او لا في المجالس الترابيه. وهاد الرياضه هذه يعني اللي هي كره القدم خصوصا ملاعب القرب بالنسبه للاطفال ديالنا ولا الشباب ديالنا فهي يعني من الاساسيات اللي ممكن ان المجالس الجماعيه كتدعمها. بالنسبه لمجلس عملات صخره تمارا فكانت دائما من الاولويات ديالو اللي كيحاول كيدعمها وكيدعم ماشي غير هي كذلك يعني الفرق ديال اللي خاصه بالمدينه اللي كنحاولوا ما امكن اننا كندعموها باش كتمشي يعني في البطولات وتكون في اماكن متقدمه واللي مازال ان شاء الله غادي نحاولوا ما امكن نديروا لها استراتيجيه باش تكون كتمثل المدينه احسن تمثيل. شكرا. مزيان برافو عليك. السلام عليكم، معكم خالد شيشه
لاعب قديم ديال اتحاد سوريا والهلال الرباطي. تنشكروا هاد الناس اللي داروا الافتتاح هنايا ديال مرزوق، مدرسه ليكول ديال الدراري الصغار باش ينموا هاد العام ان شاء الله، ينموا ديالهم ويقضيو الغرض على وداش. ما عندناش المقاريب بزاف وما عندناش تيرانات هنايا في الطريق هنايا ديال الطريق سميتها واحد الطريق ديال سميتها هنا طريق المنزه، ومزيان بنادم يجيب وليداتو هنايا ترجعوا هنايا الكره مزيان، وهذا الشيء باش بدينا حنا الحمد لله. بعيده على المدينه وقربنا سميتو قربنا بزاف، ونهار كبير تنشكروا الناس ديال شفتي في خونا وصاحبنا هذا حبيبنا بزاف. عاودت الجماهير ديال الميدان، حنا ديما بغينا حنا الميدان ان شاء الله بغيناهم يكونوا ديما في التيران على وداش هاد الرباط كل عام راه فاتح وليفا وديما ليفا في الله يسخر لكم. اجا خويا اجا نتصور انا خونا راه مرحبا Thank you.
عزيز على المباشر على المباشر واولا كنشكر الشيف تي في الحضور ديالها معنا في الملاعب الجديده ديال السي مرزاق والعائله ديال مرزاق. المهم هادشي كيبشر بالخير لان شفنا خمسه ديال الملاعب بلوس واحد ثلاثه اللي كاينين في هذا الاتجاه الاخر. صافي بليزير. شكرا لهاد الناس الرياضيين، شكرا للحضور الكريم، شكرا للاعبين اللي متواجدين معنا. عيطنا بزاف ديال اللاعبين اللي هما عندهم اسم الفريق الجيش الملكي ولا المنتخب الوطني. الحضور ديالنا اليوم مع الاخوه اللي هما كاينين معنا مستشارين ورؤساء ديال المجالس، هذا دليل على انه الرياضه ان شاء الله تقول كلمه ديالها في مدينه الملاعب. كتشوفوا واحد المنطقه اللي يعني بعيده على السكان، يعني بحال قربنا شي ناس اللي ساكنين هنا بعاد على المدينه قربنا لهم. وهو اللي عجبني اكثر في النقاش ديالي مع 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 الاخوان ديال مرزاق، يعني الفكره هو انه نقربوا من دوك الناس اللي مساكنين ما عندهمش امكانيات على انهم ممكن يتديبلاصاو بلي مويان دو ترونسبور. دونك لا بلوبار ديال الناس غادي يكونوا وغادي يكونوا مساعده الاخوه اللي غيكونوا في ليكول اللي ربما يكونوا ما عندهمش الامكانيات باش ممكن يتواجدوا في هذه ليكول. هذه كنظن الحضور ديال 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 هاد الاخوان كيزكي الامر. وانا كنتكلم معكم بغيت ناخذ الصوره ديال البنت ديالي. اراه ارا خذ خذ معنا خذنا ندور عليها باش ما تمشي لا باش ما تمشي من اش عجبتي اش تبارك الله. دونك ها هي الرياضيه الصغيره دونك البنت ديالي متواجده معنا. كما قلت لك كنتمنى من الاخوان والعائله ديال مرزاق على انهم يكونوا مع الضعفاء والاخوان اللي ما عندهمش، لانه كره القدم في الاول ديالها يعني والبدايه ديالها ديال الضعفاء والناس اللي ما عندهمش امكانيات. كنتمنى على انه يخرجوا لاعبين كبار ودوليين من هذه المدينه هذه، وعندنا كل المؤهلات على ممكن باش يكون عندنا فريق في المستوى الكبير لا في اتحاد التماره ولا وداد التماره. واللي كنتمنى هو انه الرجوع لوليدات ديال التماره ويتهلاو فيهم. وهاد خمسه ديال الملاعب دليل على انه هاد الناس كيحبوا الرياضه في المدينه. شكرا شكرا لك. شكرا. بسم الله السلام عليكم. اياه الاسم استاذ محمد مرضوان متقاعد، صديق ديال العائله ديال الحاج تهامي مرزاق وديال الابن بارك ديالو السي منير وديال الاسره الكريمه كامله. وبالتالي فحنا فرحانين الحمد لله على هذه البادرات الطيبه اللي كتقوم بها الاسره الكريمه ديال الحاج تهامي مرزاق والحاج منير على الخصوص، لانهم ناس اللي الحمد لله يعني هيئوا ملاعب ممتازة في فضاءات ممتازة وطبيعية وفي فضاء نقي اللي وفروه للشباب ديال تمارة والناس اللي عندهم الحمد لله غير على هذه البلاد
ودائما في خدمة الساكنة وفي خدمة الشباب. هذه ماشي البادرة الأولى بالنسبة للعائلة ديال الحاج مرزاق، هذه البادرة الثانية، فسبق لهم والحمد لله أنشأوا وهيئوا ملاعب أخرى اللي خلت شباب تمارا كيلقى متنفس وبالتالي حنا نشكرهم جزيل الشكر، خصوصا انهم ناس عريقين، نسب في تمارا وناس ديال الكرم وديال الجود وديال خدمه المواطن. والحاج مرزاق بالخصوص له خصال حميده وخصال يعني ممتازه نغبطه عليها، خصوصا ان الحمد لله له صدر رحب له والاب ديالو الذي آل له هذه الامتيازات منه، وإنسان اللي بشوش يعني ذو دعابة ذو مرح، والحمد لله دائما في خدمة الشباب والناس اللي قريبين ليه، وكل واحد واحد ملهوف ولا محتاج إلى التجأ لهذه الأسرة الحمد لله ما كيخردوهاش في سميتو فوجو. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم. ما حفظكم سيدي. الله يبارك فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. لاعب علال فتوحي، لاعب فريق المغرب التطواني ونادي الصطاد المغربي واتحاد الشرطه واتحاد تميره، لاعب سابق في جميع الانديه. وبالنسبه لهذا الافتتاح ديال هذا الملعب كان يهم اللاعبين الكبار والناس اللي مارست الكره سابقا، ما كتلقاش ملاعب معشوشبه في كتلعب، وحنا كنحبدوا هذا الشيء حنا كلاعبين سابقين في الانديه، كنحبدوا هذا الشيء بان الملاعب معشوشبه المنافسه وتكون ان شاء الله رب العالمين في متناول الجميع اللي يقدر يلعب فيها ويكون ممارس في الرياضه في احسن حله واحسن حاجه. شكرا. بالنسبه لافتتاح الملاعب، افتتاح الجمهور يعني، ها بالنسبه لافتتاح الجمهور يعني باش يدخل الجمهور صافي نقول بسم الله. بالنسبه للجمهور كنعرفوا بان الملاعب كانت يعني عطاو واحد بالنسبه للملاعب اللي غيدخلوا ان شاء الله رب العالمين اللاعب الجمهور الملاعب بالنسبه ل 50%، تنتمناو بالله سبحانه وتعالى يكون واحد النسبه محترمه وتكون ان شاء الله رب العالمين اكثر في هذا الشيء، لان الملح ديال كره القدم وديال الملح ديال كره القدم هو هذا الجمهور اللي كيشجع الفرق ديالو. كنتمنوا من الله سبحانه وتعالى الجمهور تيكون تعطش للانديه ديالو انهم يشجعها ويكون فرحان بها، فهذه مناسبه ان شاء الله رب العالمين نتمنوا من الناس كاملين يكونوا في الوقيته وفي الموعد ويكونوا بجواز ديال التلقيح ديالهم مرافقين به باش يكون ان شاء الله رب العالمين سهل في الدخول وما يكونش واحد الحوايج اللي يقدروا يغير